السلام عليكم ورحمة الله، معكم المعلمة مروة قاسم في أول حصة للصف الثامن في مادة التاريخ. رح نتحدث اليوم في الدرس الرابع عن الغزو المغولي. بداية نتحدث عن أصل المغول، رح نتحدث عن توسع المغولي، رح نتحدث عن سقوط بغداد، رح نتحدث عن سقوط بلاد الشام بيد المغول، ونبدأ معا بمن هم المغول. المغول هم التتار، هم قبائل رعوية ذات طابع قبلي، هي كانت تعيش في أواسط آسيا، ونظامهم يقوم على طاعة الرؤساء، كانوا يعبدون الكواكب ويميلون إلى الحروب والسلب والنهب. وهي صور لحروب المغول مع الدول التي قامت باجتياحها. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني، هو موضوع التوسع المغولي. موضوع التوسع المغولي عندكم في صفحة 31، في عندي شكل 4 إلى 15 اللي عنوانه خريطة تبين موقع دولة المغول، موقعها في شمال الصين ودولة منغوليا اللي هي في جنوب شرق آسيا. شمال الصين ودولة منغوليا، قبائل المغول موجودين في آسيا الصغرى في شمال الصين ومنغوليا. اشتهرت الدولة المغولية أيام القائد جنكيز خان اللي هو أهم قائد في دولة المغول. بعدين بيحكولي عن أن جنكيز خان قام بتأسيس إمبراطورية في الأجزاء الشمالية من الصين وفي أواسط آسيا. قرروا المغول توسيع حدود إمبراطوريتهم، فقرروا الاتجاه إلى الغرب. الغرب هي إيران والعراق وبلاد الشام، هالسبب توسعهم أو سبب اتجاههم إلى الغرب. اتجه المغول إلى الغرب بسبب توسعهم أو توسيع حدود إمبراطوريتهم. هون سؤال علل، ما سبب اتجاه أنظار المغول نحو الغرب لرغبتهم في توسيع حدود هذه الإمبراطورية؟ قام المغول بعد ذلك بالاتجاه جهة الغرب، السبب طبعا رغبة في التوسع، وأيضا في سبب آخر اللي هو الضعف الذي تعيشه الدولة العباسية. إذا في عندي سببين للاتجاه غربا، الأول رغبتهم في توسيع حدود الإمبراطورية، ثانيا حالة الضعف التي كانت تعيشها الدولة العباسية. أول وجودهم في منطقة الغرب، وصلوا إلى منطقة الدولة الخوارزمية الموجودة في إيران وتمكنوا من السيطرة عليها، ثم تمكنوا من إخضاع الدولة العباسية، أولا الدولة الخوارزمية في إيران ثم بجانبها الدولة العباسية في منطقة العراق. في عندي صورة لي الاجتياح المغولي لمنطقة إيران والعراق. ننتقل الآن إلى منطقة بغداد اللي هي عاصمة العراق، اللي كان فيها مركز الدولة العباسية، وكان أيام وجود المغول في العراق كان الخليفة العباسي المستعصم بالله اللي هو آخر الخلفاء العباسيين اللي قتل على يد المغول. أيضا في عندي صور لحروب المغول والعباسيين. سيطر أهلا، في عندي شخص اسمه هولاكو، كان قائد للجيش في الجيش المغولي، قام باجتياح منطقة بلاد فارس، ثم خاطب الخليفة العباسي لدخول العراق بدون معارك، لكن الخليفة العباسي المستعصم لم يسمح بذلك. عندي مكتوب في السطر الثاني المراسلات لم تسفر عن نتيجة حاسمة، فقرر هولاكو أن يقوم بتجهيز جيش ويحاصر مدينة بغداد ويدخل بغداد. قائد جيش هولاكو اللي قام باجتياح بغداد شخص يدعى بيجو، هذا قائد جيش هولاكو المغولي الذي اجتاح بغداد، قام باجتياح بغداد، حصرها وتمكن من الاستيلاء عليها. ثم ذهب هولاكو إلى
بغداد ودخلها. قام هولاكو برفع رايات المغول على الأسوار، وقام بقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله، وأنهى خلافة العباسيين. طبعا ظلت الخلافة العباسية، ظلت العراق بدون خلافة عباسية حتى جاء الخليفة أو السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، طبعا بعد ذهاب المغول من منطقة العراق. إذا في هذه الفقرة تحدثنا عن أن هولاك وضع شخص قائد يسمى بيجو لدخول بغداد واجتياحها واحتلالها، وبعد دخوله دخل هولاك من بعده وقام برفع راية المغول وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين. ننتقل الآن إلى مربع موجود في صفحة 32 عندكم. هذا المربع بتحدث فيه عن حال بغداد أيام غزو المغول، موجود في صفحة 32، نتابع مع بعض. بتحدث فيه بالمربع عن حال بغداد: وقد أعمل جند المغول السيف في رقاب أهل بغداد 40 يوما، سلبوا فيها أموالهم وأهلكوا كثيرا من رجال العلم، وقتلوا أئمة المساجد وعاثوا فيها فسادا، وهدموا مساجدها وأتلفوا كتبها القيمة. هذه كانت حال بغداد اللي وضحوا لنا إياها بالفقرة الصغيرة. ننتقل الآن إلى الموضوع الرابع اللي هو سقوط بلاد الشام بيد المغول. موضوع سقوط بلاد الشام متشعب أكثر لأن انتقلوا في بلاد الشام من منطقة إلى أخرى، مثل حلب، حمص، دمشق، غزة وغيرها من المناطق. سقوط بلاد الشام على يد المغول كان كالتالي، في عندي رسم توضيحي بصفحة 33 لخط سير الجيش المغولي في بلاد الشام للوصول إلى دمشق. أولا في الشكل وصلوا من بغداد إلى حلب، أول منطقة في بلاد الشام، ثم إلى حماة، ثم وصلوا إلى دمشق، قاموا أيضا باجتياحها ونهبها، ثم انتقلوا إلى غزة زي ما راح نشوف كمان شوي. بعد ما احتل هولاكو بغداد انتقل إلى منطقة بلاد الشام وكانت تحت الحكم الأيوبي وليس الحكم العباسي. العباسيين كانوا في منطقة العراق، الأيوبيين في بلاد الشام. فشلوا في تأليف جبهة موحدة للتصدي للمغول اللي هم الأيوبيين، فشلوا في التصدي بسبب انقسامهم. هم في عندي سؤال علل: ما سبب فشل الأيوبيين في الحفاظ على بلاد الشام من المغول؟ السبب انقسامهم وتنافسهم على الحكم. سيطر المغول على مدن عدة في بلاد الشام، توجهوا إلى حلب، ثم توجهوا إلى منطقة حمص، ثم توجهوا إلى منطقة دمشق. هي أهم 3 مناطق في بلاد الشام، في شمال بلاد الشام. بيحكوا لي في الفقرة الثالثة في صفحة 33 اللي هي بجانب الشكل في الصفحة في الكتاب: حاول الملك الناصر الأيوبي مواجهة المغول بمساعدة معاونيه أو مدافعيه زي ما عندنا في الكتاب، لكنه لم يستطع التصدي للمغول. قام هولاكو بدخول دمشق وعاث فيها فساد وقتل وتخريب كما فعل في بغداد وحلب، وهيك استطاع الحصول على بغداد في العراق وعلى حلب وحماة ودمشق في منطقة بلاد الشام. ننتقل الآن إلى صفحة 34، نتحدث فيها عن معركة حدثت بين هولاكو والمغول من جهة والمماليك من جهة أخرى، واللي انتصر فيها طبعا المماليك. نشوف، وصل خبر للمماليك الموجودين في مصر أن هولاكو موجود في منطقة دمشق. هاي المماليك في مصر، هولاكو في دمشق، وأصبح هناك خطر على المماليك الموجودين في مصر. فوصل تهديد أو خطاب تهديد من هولاكو إلى مصر
إلى الملك أو السلطان المملوكي الذي يدعى قطز. وصل التهديد، فقام السلطان قطز بتجهيز جيش وخرج به إلى بلاد الشام. كان المغول قد وصلوا إلى منطقة غزة، هاي غزة موجودة هون، حددها بشكل صحيح، هاي منطقة غزة. المغول وصلوا إلى غزة، المماليك كانوا متوجهين إلى غزة لقتال المغول. فقرر المغول لما عرفوا بأنه المماليك وصلوا إلى منطقة غزة، قرروا الرجوع إلى منطقة طبرية. فلحقهم المماليك إلى طبرية، وقامت هناك في منطقة طبرية في ما اللي هي في وسط بلاد الشام تقريبا إلى الشمال، معركة عين جالوت. هي معركة فاصلة في التاريخ الإسلامي، لأنها أنهت وجود المغول في المنطقة، انتهت بانتصار المسلمين وتوقف الزحف المغولي. لهذه ممكن نحكي إنها نتائج معركة عين جالوت. إذا بنعيد بشكل سريع مخطط سير المعركة: المغول في دمشق، المماليك في مصر بقيادة قطز، المغول في دمشق بقيادة هولاكو. قرر المغول القيام بقتال المماليك، فحاولوا الاتجاه إلى الجنوب. قرروا المماليك الاتجاه إلى منطقة بلاد الشام. لما عرف المغول باتجاه المماليك نحوهم إلى منطقة غزة، عادوا إلى الشمال إلى منطقة طبرية. لحقهم المماليك إلى منطقة طبرية وقاموا بقتالهم في معركة عين جالوت، اللي انتصر فيها المماليك المسلمين على المغول وانتهى الزحف المغولي. في عندي نتائج لمعركة عين جالوت، نشوفهم مع بعض. هم موجودين بصفحة 34 بجانب الشكل 4 إلى 17. نتائج معركة عين جالوت كالتالي: 1 انتصار المسلمين وهزيمة المغول، 2 حماية بلاد الشام ومصر من الغزو المغولي، 3 اعتناق المغول الدين الإسلامي. رقم 3 موجودة أسفل نقطة 1 و2 في الفقرة الأخيرة، مكتوب فيها: وقد اعتنق المغول الدين الإسلامي لاحقا وأنشأوا دولا تركت عدد من المنجزات. اللي هي النقطة 3، اعتناق المغول الدين الإسلامي. برضو في عندي صور لقتال المغول في بلاد الشام. ننتقل إلى الموضوع الأخير بالدرس، اللي هو موضوع منجزات الإمبراطورية المغولية لما استقرت في الهند. المغول بعد انتهاء زحفهم العمراني استقروا في دولة الهند، وأنشأوا فيها منشآت عمرانية ضخمة، وشاع في دولتهم التسامح والعدل. في الفقرة الأولى التسامح والعدل بين الرعية، اقتراب الناس منهم ومصاهرتهم، يعني المغول أصبحوا محبوبين، انتشار الدين الإسلامي في دولتهم. ومثال على التسامح والعدل بين الناس اللي هو السلطان جلال الدين أكبر، الذي نادى بأن الهند دولة للمسلمين والهندوس. نقطة ثانية اللي هي نقطة العمارة، نقطة 2، نقطة العمارة، قاموا ببناء من أهم المباني اللي قاموا ببنائها. أنا أعطيتكم معلومات عن الشكل الموجود اللي هو تاج محل في صفحة 35 عندكم. هذا أروع بناء مغولي في الهند، بدل على طابع عمراني أو معماري مميز للمغول، والذي أصبح من عجائب الدنيا التي أقامها المغول في الهند، اللي هو تاج محل. بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان لزوجته ممتاز محل، اللي هو نعتبره ضريح. إذا تاج محل عبارة عن ضريح أو قبر لزوجة الإمبراطور المغولي شاه جهان، اللي تسمى ممتاز محل. هيك بنكون أنهينا درسنا لليوم. بتمنى إنكم تكونوا فهمتوا الدرس، بتمنى إنكم تعملوا له مراجعة.
وتقوموا بحفظ الدروس أول بأول عشان ما يروح عليكم معلومات في ما بعد. في عندي أسئلة بصفحة 36، أسئلة الدرس نحل سؤال 2 و4. في عندي أسئلة الوحدة صفحة 37 بنحل سؤال 2 و5 و6. بشكر حسن استماعكم والسلام عليكم.